نروح لزميلنا محمد توفيق نتعرف منه على اخر الاجواء قبل ذهاب النادي الاهلي لملعب المباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحت حضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والداخليه هنا من مدينه السويس الباسله. كان النادي الاهلي اختتم استعداداته للمباراه بالامس على ملعبه مختار التتش بالجزيره. يمكن كان في تدريب قوي جدا، كان في الثالثه عصرا التدريب بدا ببعض التدريبات البدنيه في الجيم لمده 30 دقيقه، ومن بعدها انتقل اللاعبين الى ملعب التدريبات. يمكن كابتن سلام حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي كان حريص على الحديث مع اللاعبين أهمية هذه المرحلة، وطبعا قفل صفحة كاس السوبر ورجعنا خلاص لصفحة الدوري المحلي، وإن شاء الله النهاردة تكون خطوة من خطوات عديدة بإذن الله نحو الزحف نحو اللقب 43 لبطولة الدوري العام، أغلى البطولات على جماهير النادي الأهلي. من بعد التدريب على طول كابتن أيمن كان في معسكر مغلق هنا في السويس، يعني الجهاز الفني اصطحب معاه 22 لاعب للمبيت هنا في مدينة السويس استعدادا لمباراة اليوم. يمكن الفريق كمان بدأ يومه هنا في معسكر الإعداد بدري جدا، يمكن الفطار كان في تمام 9:30 صباحا، وكمان كان في فقرة بقى زي ما اتعودنا مع مستر مارسيل كولر إن في تدريب يعني خفيف كده زي ما بنقول بيبقى يوم المباراة، ده كان في الساعة 10:30 ما استمرش أكتر من ربع ساعة، ومن بعده كمان كان الغداء في تمام 1:30 والساعة 3:00 عصرا المحاضرة النهائية وأهم التعليمات الفنية لمستر مارسيل كولر المدير الفني الفريق اللي متواجد هنا في معسكر الفريق بمدينة السويس، وإن شاء الله يقود الفريق من على دكة البدلاء خاصة بعد غيابه عن مران الأمس لإصابته بنزلة برد. كمان يمكن النادي الأهلي بيفتقد عدد كبير جدا من اللاعبين علي معلول وحسين الشحات لإصابتهم بنزلة برد، أيضا طاهر محمد طاهر للإيقاف للمباراة الثانية على التوالي، وطبعا الإصابات أليو ديانج عمرو السولية محمد عبد المنعم ورامي ربيعة. يعني زي ما قلت لحضرتك الأجواء هنا أكثر من رائعة، يمكن النادي الأهلي بقاله فترة ما جاش السويس لكن جمهور كتير جدا من جماهير النادي الأهلي كانت حريصة إنها تكون موجودة قريبا هنا من فندق اللاعبين وتحييهم وتشد أزرهم قبل مباراة مهمة في الدوري أمام فريق الداخلية. لا يتبقى فقط سوى توفيق المولى عز وجل وأداء مباراة كبيرة تليق بتاريخ وجماهيرية النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون الثلاث نقاط من حظ فريق الأهلي. كمان بنتمنى التوفيق لطاقم تحكيم المباراة النهاردة بقيادة الدولي أمين عمر وبيساعده محمد عزازي حكم مساعد أول، خالد السيد مساعد ثاني، محمد الدسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفار عمرو الشناوي ومحمد محمود لطفي. كل التوفيق للنادي الأهلي وإن شاء الله يكون حظ ثلاث نقاط جديدة عشان قبل التوقف نكون حصدنا العلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، ودايما يبقى النادي الأهلي في المقدمة. كلمة كابتن أيمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي عشان بعد مكسب النهاردة إن شاء الله يبقى حصدت العلامة الكاملة قبل الإيقاف.